برجك بالصحة. برجك بالصحة. صباحكم مزيان بالصحة مليان. أي عدلي الموجة شوية وركز لي مع برجك فيها الصبحية. الحمل. استرس والقلق متاع الخدمة خليهم ما يأثروش عليك وما تروحش بيه للدار. خليك ديما إيجابي وتحاول توفق على سعيد العملي وعلى سعيد العائلي. يا حمل. الثور. تسويات في ثنية الوضعيات كنت تسخيلها تنجم تكون مستحيلة، هكا تنجم تستوي والصورة توضح أكثر، والناس اللي دايرين بيك ينجم يسهلولك الثنية. يا ثور. الجوزاء. خطوات إيجابية وحلوة منك اللي تنجم تقربك أكثر من هدف، وخاصة من شريك العمر، وين تتلوج معها على الحلول اللي تنجم تبني بها مستقبل أفضل. يا جوزاء. السرطان. الثقة اللي عندك اليوم مطلوبة برشا أكثر من أي وقت تعدى. ركز مليح في خدمتك اليوم، تنجم برشا بيبان تتحلك في مجالات متعدة وأفاق ما كنتش متوقعها. يا سرطان. الأسد. مش ديما الظروف باش تقعد على فرد وتيرة، أنت تعرف اللي ساعات فما ظروف خارجية تنجم تقلب كل الموازين، هذيك عليه لازمك تتحلى أكثر بالصبر يا سيد. العذراء. أنت لاقة وبداية جديدة حلوة ومزيانة نجموا يكونوا يستناو فيك، حاول تستغل الظروف باش تحقق الاستقرار العاطفي اللي كنت تستنى فيه عندك مديدة. يا عذراء. الميزان. روتين كنت مريت بيها عندك مديدة وهو اللي نجم يكون السبب في القلق، حاول تنظم أكثر وقت نومك وتبعد على الأجهزة الإلكترونية في الليل. يا ميزان. العقرب. حب جديد وعلاقات جديدة قاعدة في تطور، وحتى لو كان فما غيمة صغيرة تنجم تتعدى بسهولة. يا عقرب. القوس. كي تحس روحك ماكش مستعد ما غير ما تقدم على قرارات ينجموا يكونوا عشوائيين، مادامك راضي على اللي تقدم فيه الباقي نجم يجي بالوقت. يا قوس. الجدي. المعروف عليك اللي انت تتصرف بحكمة، والتصرفات المش مسؤولة ماهيش من عوايدك، خليك ديما تتحلى بالحكمة والمسؤولية أكثر. يا جدي. الدلو. ما تتهونش بالاهتمام في صحتك باش ترضي الآخرين حتى في أبسط الأمور، وبالأخص الفترة هذه. يا دلو. الحوت. خذ الأمور بجدية أكثر وحاول تغزلها بطريقة أعمق، وهكا باش تتمكن من فرض وجودك ما بين الآخرين في الوسط العملي. يا حوت. هذا برجكم بالصحة لليوم. نور تقولكم إن شاء الله صبحكم بنين وبكل طاقة وفيتامين. برجك بالصحة. برجك بالصحة.